طبعا نحن بنعرف انه كبدنا بيشتغل يمكن شي 500 وظيفه اذا مش اكثر، هو المسؤول عن تخليص جسمنا من السموم، يعني هو كمصفي بالجسم. الكاريوس مارينوس بيخلي كبدنا يشتغل بشكل افضل، بيخلي كبدنا يصنع كميه اقل من الكوليسترول والترايكلسيرايد والفوسفوليبيدز، بيخلي جسمنا يتخلص من البيليروبين عن طريق يعني من عن طريق القنوات المراريه، يعني هذه المادة الصفراء اللي هي من السموم الموجودة بالجسم، بيخلي جسمنا يتخلص من الكوليسترول والترايكلسيرايد والفوسفوليبيدز عن طريق القنوات المرارية. بنفس الوقت الكاريوس مارينوس هو مهم جدا لأشياء تانية بجسمنا، هو كذلك الأمر نفرو بروتكتيف، يعني بيحمي كلاوينا، هو بيخلي كبدنا يشتغل بشكل أفضل، وخاصة بعض الأشخاص اللي بيعانوا مثلا من الالتهابات المزمنة بالكبد، يعني مثل الهيباتيتس اي اللي هو اكيوت الكرونيك مثل هيباتيتس بي ان سي، بيمنع انتقال يعني الفيروس من خليه هيباتوسايت مصابه لخليه هي الساغ، بيخلي الخلايا الساغ تتكاثر، وعم يعطي نتائج كتير ايجابيه للجهاز الهضمي بشكل عام، وكذلك الامر للمراره ولكبدنا.